بكم في النشرة الرياضية. اختتمت يوم أمس منافسات الدور التمهيدي للمجموعة الخامسة والسادسة بدوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمراكز الشبابية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بوزارة شؤون الإعلام، ممثلين بكل من السيد عبد الله خالد مدير إدارة الأخبار والسيد يوسف محمد مدير إدارة التلفزيون، بالإضافة إلى عبد الله مراغي المدير العام لشركة مونديال الرياضية التي ترعى البطولة في نسختها الرابعة والأولى لذوي الإعاقة. وقد تأهل لدور 16 عن المجموعة الخامسة فريقا مركز شباب مدينة حمد ومركز شباب جرداب، فيما صعد عن المجموعة السادسة كل من مركز شباب سافرة ومركز شباب السهلة الجنوبية. أنا سعيد متواجد اليوم في هذه الدورة، أعتقد أنها يعني مبادرة رائدة وجميلة من سمو الشيخ خالد بن حمد للاهتمام بهذه المراكز الشبابية، وأيضا انطلاق أيضا دوري ذوي الإعاقة، في مبادرة نبيلة ويعني تستحق التقدير والاحترام بالفعل، بأن دمج هذه الفئات مع المراكز الشبابية والألعاب الرياضية، يعني احنا محتاجين أن احنا نعزز هذه الثقافة بشكل أكبر. اليوم أنا قاعد أشوف الحضور الشبابي الكبير، الألفة بينهم، تجسيد لروح الوطنية ما بين المراكز الشبابية. إن شاء الله يعني يعطيهم العافية على الجهود المبذولة في ترتيب هالدورة، وفي تفاعل وفي مشاركة يعني من الشباب، الجو حماسي وما شاء الله التنظيم، يعني يعطيهم العافية لكل الجهات اللي ساهمت في تنظيم مثل هذه الدورة واستمرارها. طبعا هذه أفضل فريق في المجموعة، لكن احنا كنا أفضل منهم في المباراة، استحقنا الفوز، فزنا بثمانية أهداف الحمد لله. حنا ننظر للدور الثاني إن شاء الله، بتينا فرق أصعب، لكن حاب نلاقي ثاني المجموعة، لكن الحمد لله على الفوز، وأقول إن شاء الله الله يوفق فريقنا، إن شاء الله فوزنا البطولة بإذن الله.